نهى صلاح مكتب تنظيم المرأة في حزب سوريا المستقبل. بالنسبة للهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية وعلى شمال الشرق سوريا وعلى شمال العراق، وهي إعادة احتلال العثماني من أول وجديد والسيطرة على الأراضي السورية بأكملها، وهي تعتبر جريمة بحق الشعب السوري، وطرد المدنيين من منازلهم وحرق منازلهم واستخدام الأسلحة المحرمة بحق المدنيين العزل، وحالياً انقطاع المياه على أكثر من مليون نسمة من المدنيين، وهي فكرة كمان القضاء على أخوة الشعوب وفكرة الأمة الديمقراطية وإبادة جميع المكونات لإعادة السيطرة ورفع الأعلام التركية في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين. هو التوحيد الصف الكردي والتقارب الكردي هي كانت الخطوة الأولى لحل الأزمة السورية، ونتمنى يعني المزيد من هذه الخطوات للتقدم وحل والوصول إلى الحل السلمي والتصدي للعدوان التركي.